اضغط على زر اللايك، فهذا أقوى دعم يمكنك تقديمه لنا لنستمر. معجون الأسنان هو المستحضر الأساسي لتنظيف وتحسين مظهر الأسنان وكذلك الحفاظ على صحتها. هناك عدة استخدامات أخرى لمعجون الأسنان، قمنا بتجربة بعضها ورأينا نتائج مذهلة. في هذا الفيديو سوف نقدم لكم 20 استخداما مذهلا لمعجون الأسنان، فلنبدأ. إزالة البقع على الثياب. لإزالة جميع أنواع البقع عن الثياب كالحبر أو أحمر الشفاه، ضع القليل من معجون الأسنان على البقعة وافركها ومن ثم اغسلها. إزالة الخدوش عن أقراص الدي في دي. إذا توقفت الشاشة عن العمل يمكن إخراج السي دي ووضع معجون الأسنان مكان الخدوش وافركها ومن ثم قم بتنظيفها. تنظيف خاتم الألماس. قم بوضع القليل من معجون الأسنان على فرشاة الأسنان، وقبل أن تفرك الخاتم تأكد بأنه رطب، ثم أفرك بلطف، وبعد ذلك قم بغسله وسوف تحصل على خاتم متلألئ ويلمع من جديد. تنظيف الفضة. يمكن استخدام معجون الأسنان في تلميع أي نوع من أنواع الفضة فتحصل على لمعان وتألق. معالجة الحروق. قم بوضع القليل من معجون الأسنان مكان الحرق وسوف يخفف من حدة الحرق ويخفف الألم. إزالة التلوين عن الحيطان المطلية. قم بفرك البقعة بمعجون الأسنان وقطعة مبللة بالماء، وبعد ذلك قم بمسح الحائط. إزالة البقعة عن السجاد. قم بوضع معجون الأسنان على مكان البقعة وقم بفركها ثم غسلها واتركها لتجف من الماء. يخفف من لدغات الحشرات. قم بوضع المعجون على مكان اللدغ فسوف تشعر بالهدوء وعدم الحكة مثل لدغات البعوض والنمل والبرغوث. إبقاء قوس أو بكلة الشعر على رأس الأطفال الرضع البنات. إذا لم يكن لدى الطفل شعر على رأسه فيمكن وضع معجون الأسنان ووضع القوس، وبعد إزالة القوس يمكنك فقط بغسل مكان المعجون وبعد إزالة القوس يمكنك فقط غسل مكان المعجون. تنظيف الأظافر. فالأسنان والأظافر مصنوعين من نفس المادة، فلتنظيف الأظافر قم بوضع المعجون على الفرشاة ويجب ترطيب الأظافر وفركها بلطف، وسوف تحصلين على أظافر أكثر لمعانا وتألقا. تنظيف الأحذية. قم بوضع المعجون على فرشاة مبللة وافرك الحذاء المطاطي أو الرياضي فقط. وضع الملصقات. يمكن استخدام معجون الأسنان لوضع الملصقات دون تشويه أو تخريب، ومع ذلك تجنب استخدامه لهواة جمع الملصقات لأنه يمكن إتلاف الحبر على مر الزمان. إغلاق الفتحات والثقوب بشكل مؤقت. يمكن استخدام معجون الأسنان قبل الانتقال إلى الشقة الجديدة لإغلاق الفتحات والثقوب الموجودة بالحائط. تنظيف الحمام. يستخدم معجون الأسنان لتنظيف أبواب الاستحمام والحلقات حول حوض الحمام، فهو يحتوي على مواد قوية وينظف جيدا. تنظيف زجاج الأضواء الأمامية للسيارة. قم بوضع معجون الأسنان على الزجاج وافركه جيدا لمدة 10 دقائق ثم قم بغسله بالماء. تنظيف السيارات الجديدة والمعروضة. للأشخاص الهواة الذين يقومون بجمع وبناء نموذج السيارات والروبوتات، فيمكن بالتأكيد استخدام معجون الأسنان لجعلها جميلة وبراقة ولماعة. إزالة الخدوش عن زجاج الساعات. قم بوضع القليل من المعجون على زجاج الساعة وقم بمسحه بالفاين بعد ذلك. علاج حب الشباب. يجب أن تكون حذرا في استخدام معجون الأسنان، ويجب استخدامه مرة واحدة في الأسبوع فقط بوضع كمية قليلة جدا جدا على الحبة قبل النوم وسوف تجف. منع الضباب عن نظارات السباحة. قم بمسح نظارات السباحة بمعجون الأسنان وقم بغسلها بعد ذلك. إزالة الخدوش عن الأواني الزجاجية. قم بتلميع هذه الأواني وافركها بمعجون الأسنان ثم قم بغسلها وسوف تعود براقة أكثر من قبل. في أمان الله.